خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ دعاء. دعاء كم سنه؟ دعاء 20. مرتبطه دعاء؟ لا. نقى ليه؟ انا عايز اسال حضرتك سؤالين. اتفضلي يا دعاء. اسال، انا كنت مرتبطه بشخص معايا في الجامعه ويعني سبته من شهرين تقريبا او شهرين وشويه. تمام. حاليا السؤال بتاعي الاولاني، ان الجامعه كمان اسبوع تقريبا او اسبوعين بعد العيد، وهو احنا بينا اصحاب مشتركين. هتشوفيه تاني؟ بس المشكله بقى ان هو يعني جاي اول يوم الجامعه ده، وجاي وعايز يجيب البنت، هو ارتبط وعايز يجيب البنت اللي هو ارتبط بها دي معايا عشان يغيظني او عشان يضايقني. لو هو ارتبط بواحده علشان يغيظك ويضايقك يبقى هو انسان تافه. مش عارفه، هو انا ارتبط، انا اتقطعت علاقتي بيه، ما اعرفش، بس انا عرفت من اصدقائنا المشتركين بينا ان هو ارتبط بيها، والبنت اللي ارتبط بيها دي هيجيبها ويجيب معاها، هيجيبها ويجيب جامعه، هيجيبها جامعه يتمنظر بيها يعني، ولا هي بتدرس معاكوا في الكليه؟ هي مش معانا في الكليه. يعني هو جايبها يتمنظر بيها او جايبها يغيظك بيها؟ بص يا بنت، بص، هقول لك حاجه. البني ادم اللي يستغل بانسانه عشان يغيظ انسانه، او اللي يستغل انسان عشان تغيظ انسان، في النهايه اول كلمه بنقولها يستغل. يستغل ده يعني فعل مشين. طبعا انك بتستغلي انسان، دي حاجه. تاني حاجه، بيخدع الانسان اللي جايبها، وفي النهايه ما بيوصلش النتيجه. طب انا عايز اعرف يعني، انا مثلا تعاملي هيبقى ازاي؟ هل اتجنبهم خالص ما اتعاملش، ولا هل زيه زي اي زميل؟ انت كمان عايزه تغذيه ولا عايزه عايزه تغذيه ولا عايزه تعيشي حياتك طبيعيه؟ انا دماغي اكبر من كده. لا اغيظه ايه؟ لا، بس انت جبتي الحل، انت دماغك اكبر من كده. دماغك اكبر من كده يبقى تتعاملي عادي جدا. هاي، ازيك يا فلان، عامل ايه، اخبارك، انت كويس الحمد لله، فلانه خطيبتي، اهلا بيك، ازيك، فرصه سعيده، وعيشي حياتك، دوري وشك، شوفي اصحابك، روحي في اي حته، خلاص، اورفوار، ميرسي، شكرا، شكل الحياه كده. لو اتقمصتي وتلويتي وبعدتي وبتاع، يبقى انت بقى بجد متضايقه، وهو هيحس ان هو كده علم عليك يعني. طب السؤال الثاني، كان في شخص انا قابلته يعني في مكان صدفه، يعني مكان من سنه، وكان في بينا يعني زي شغل مثلا او حاجه، فكان في يعني ترينا احنا ناخد رسومات بعض او كده. هو الشخص ده من سنه كان كلمني وقال لي هو اكبر مني بخمس سنين. كان كلمني في اول مكالمه بينا، وبعديها قال لي انا عايزه ارتبط بيكي، يعني عايزك تقدم له كده. فانا قلت له لا وكده. كان هو اصلا البوزيشن بتاعه ما كانش حلو. هو ما كانش ايه؟ البوزيشن بتاعه ما كانش حلو. البوزيشن بتاعه ما كانش حلو. فانا اصلا هو شخص ما يفضلش ان هو زيي، فقلت له لا، يعني مش بفكر في الموضوع ده دلوقتي ولا اي حاجه. دلوقتي بقى الشخص ده بعد سنه ظهر تاني. وبقى في بوزيشن كويس. بقى في بوزيشن كويس، كلمني تاني من بعد ما سبت خطيب، من ساعه ما سبت البنت الصوته دي دوت باسبوعين ولا حاجه، وقال لي انا شفت شغل تاني احسن، وكان في جاب شقه، قال لي انا جبت شقه، ودلوقتي انا قال لي انا بجهز نفسي وبتاع عشانك وكده، وانا لسه عايزك، وما فكرتش في حد لسه ده غيرك وكده وفكرني. فانا قلت له لا، احنا اصحاب وبتاع، اكتر من كده ما فيش. طب اديني فرصه، طب نقرب من بعض، طب انت عايز ايه، طب ليه، طب شويه قرب. يومين احس ان طب نتعرف على بعض، طب انت ما عرفتنيش، طب اكلمه يومين، طب ماشي. بعد يوم التالت حاسه ان انا ماليش مزاج، مش عايزه، وابعد. قلت له بصراحه وبكل وضوح، قلت له يعني انا لو فكرت، لو انا هو شخص مش كويس، يعني مش وحش خالص، هو كويس، لو فكرت فيه بالعقل هو انسان كويس، هقول اوكي. لكن انا مش من جاذبيه له، مش عارف، هو كويس بالعقل. انت ما حبيتيهوش؟ وبعد كده عايز اقول لك حاجه، انت حتى علشان ما حبيتيهوش، اول ما فكرتي، اول ما جالك وتعرف عليكي، فكرتي في البوزيشن بتاعه، فكرتي في الشكل، ما فكرتيش في المضمون، عشان ما حبيتيش. انت عشان ما حبيتيش، ما انجذبتيش، فقلتي لا، ده حتى البوزيشن بتاعه مش كويس. بالظبط. وزنتيها بالكيلو. الحب ما يتوزنش بالكيلو، ده ممكن يكون مش لاقي ياكل بس تحبيه. بصي، لو هو اصر، ما هو الشخص اللي انا كنت بحبه ده كان يعني اقل مني مستواه سماعي ومادي وكل حاجه، حتى لا ومادي كمان، هو كان اقل مني كل المستويات، وحتى كمان كان شخصيته حاجات كتير قوي فيها عيوب، رغم ذلك انا كنت بحبه. بصي، لو حاسه من ناحيته باي مشاعر، نقول دي بدايه، انما بما انك مش حاسه ناحيته باي مشاعر، مهما كان، لو ترشلك عليه سكر سنترفيش،
لو دهنهولك مربة فراولة. شوفي بقى يعني حاجة يعني مربة فراولة، للأطفال بيموتوا في الفراولة، أنا عن نفسي بموت في الفراولة. لو دهنهولك مربة فراولة خباك إزاي؟ ولا يلزمك، إنما يضغط عليكي ويلح ويصر وتوصلي لمرحلة إنك تبقي خلاص مخنوقة، لا من الأول خالص. بص يا ابن الناس، أنت إنسان كويس جدا، كل البنات تتمناك، بس أنا مش حاسة تجاهك بأي إحساس، عشان كده بقول لك معلش ملناش نصيب مع بعض. الكلمة دي يا جماعة ما تزعلش، أمال أضحك عليك وأقول لك لينا نصيب مع بعض وفي النهاية نعيش حياة زوجية مؤسفة؟ أنا قدامي حاجة على الفيسبوك بتقول تعريف الزواج هو ورطة أو غلطة وطول العمر رابطة، يا تصيب يا تخيب يا تجيب جلطة. فيعني ليه؟ طب ما نخليها تصيب، بلاش تبقى ورطة وبلاش تبقى غلطة وبلاش يجي لنا جلطة.